زغلولة التيك توك اشتهرت بفيديوهاتها مع أبو آدم، لبست الحجاب في لايف على تيك توك ومن عطاولة الإسكندرية اللي بيجيبوا من الآخر، بنت مخلصة والجدعنة بتجري في دمها وجمهور على تيك توك بالملايين والكل بيحبوها شباب وبنات. حكاية الزغلولة روان عصام ترند السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت وسر فيديوهاتها مع أبو آدم، كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خفة دمها كانت السبب في شهرتها وتحداك تفتح أي فيديو أو لايف لروان وما تضحكش، عندها كاريزما خاصة تخليها تدخل القلب من أول ما تشوفها ويمكن ده سبب حب الناس ليها. روان بنت اسكندرانية في العشرينات، من كام سنة كده قررت انها تغامر وتدخل عالم السوشيال ميديا، يمكن الحظ يضرب معاها وتبقى بلوجر، ما هو اللي على الساحة دول مش احسن منها في حاجة، وبدأت فعلا تعمل فيديوهات في الولا حاجة، بتطلع تتكلم مع الناس في اي موضوع او اي موقف يحصل مضايقها، وبسبب طريقتها التلقائية وانها كمان ما بتتصنعش قدام الكاميرا الجمهور كله حبها والمتابعين بدوها بدأوا يزيدوا. بعدها قالت اعمل زي ما كل البنات بتعمل وبدأت تطلع تقدم فيديوهات ميك اب ونصايح للبنات في الميك اب وكمان في السكين كير، لكن على قدها كده. ولما لقت بقى ان الموضوع ده مش جايب سكه معاها ومش دي شخصيتها كبرت دماغها وبقت بتعمل فيديوهات مع ابو ادم، وبقوا كمان اشهر قبل في بحري كلها ابو ادم والزغلوله، لدرجه ان الجمهور شايفهم لايقين على بعض جدا ومستنيين اي لحظه انهم يعلنوا ارتباطهم. روان في بدايتها كانت مش محجبه لحد ما فاجئت الكل في نهايه السنه اللي فاتت لما طلعت في لايف وهي لابسه الحجاب وقالت انها خلاص خدت القرار ومش مستعده انها تدخل النار بسبب الموضوع ده. وقتها ناس كتير باركولها ودعموها في قرارها ودعوا لها كمان ربنا يثبتها، لكن الغريب بقى ان في ناس كتير هاجموها وكانوا كمان بينتقدوا لبسها وشايفين انه مش ماشي تماما مع الحجاب، لكن طبعا روان اللي ما بتسيبش حقها ما بتسكتش وطلعت ردت على الناس والمنتقدين وادتهم كمان درس عمرهم ما هينسوه. خفة دم روان خلت الجمهور يطالب انه يشوفها في عمل فني، وانها لو دخلت مجال التمثيل اكيد هتكسر الدنيا، خصوصا بان ملامحها بتدخل القلب على طول وجمهورها متأكدين ان هيكون ليها مستقبل كبير في مجال الفن، ما هو البلوجرز اللي بيمثلوا مش احسن منها في حاجة. تفتكروا بقى انتوا كمان ممكن نشوف الزغلولة في عمل فني قريب؟ ولو هتمثل قدام مين من الفنانين الكبار؟